مرحبا بكم بأول فيديو على قناة دايكاست إن عليك. أول فيديو اليوم حنتكلم عن أحجام مصغرات السيارات، أولا من الصغير إلى الكبير، بعدين ناقلات الحمل، تريلات غيرها، بعدين الطائرات، فورمولا ون، وفي النهاية مع السفينة، نحكي عن السفن والسيارات الكبيرة. طبعا هدف القناة أنه نكون منصة حتى الكل يشارك معلومات المصغرات وإلى آخره. طبعا ناوي أسوي فيديوهات عن السيارات والأشياء مثلا أشتريها وغيرها، والسيارات سباق سي حلبات سباق سيارات. عندنا أول شيء شجب نبدأ حجم الصغير، أصغر حجم للسيارات. هذا الحجم مو 64، هذا الحجم أصغر من 64، أعتقد 70 أو 68. هذول إنتاج ليزني ماتش بوكس، إنتاج نهاية الخمسينات. طبعا إذا قارنا مع سعر حجم اعتيادي ماتش بوكس او ماجريت، هذا الماجريت 64. لاحظ بعد هذا باص لندن حجم اصغر، وانا اقارن بسيارة هوت ويلز الاخرى فرق الحجم جدا واي. هذا الماتش بوكس حجم اكبر، اصغر من 64. هذولا نجي على الحجم الثاني الموجود عندنا كلش، هو هاي حجم ال 64، واحد ال 64، يعني 64 مرة أصغر من الحجم الحقيقي. عندنا ماجريت، هاي هوت ويلز، هاي أيضا هوت ويلز حديثة مع الثمانينات. هاي عندنا من توميكا أيضا تسوي سيارة حجم 64، بس هذا حجم أصغر 64 أعتقد، أيضا 67. أيضا هاي من الموديلات المشهورة من ماتش بوكس حجم 64. زين نجي حجم اكبر، اخر هذولا حجم اكبر من 64، عندنا يكون عادة 1 إلى 58 او 1 إلى 56، مثل عندنا هذا موديل سيكو، هذا سيكو متاع الستينات الماني. طبعا كل ما تكبر عادة المجسمات تكون بخصائص اكثر، مثلا فتح الابواب، حتى موديلات ال 64 ماتش بوكس او مجال بيها من فتح ابواب برات بونيد، مع انه ذاك يعتبر موديلات تجارية. السيكو القديمة تعتبر موديلات احترافية بوقتها، فيكون بعادة خصائص اكثر. زين هذا الحجم اكبر من 64 يكون عادة 58 56 هالحوالي. حجم الاخ يجي عندنا اعتياد عادة، عندنا مثلا مثل الستينات عندنا ماجريت كان يسوي ايضا تريلات وشاحنات نقل. هذول يكونون احجامهم مو 64، اصغر، لان التريلا مقارنة بحجم 64 طبعا فرق جدا كبير. هذه التريلات عادة الستينات الماجريت، او ايضا موجودة انتاج جديد تكون بلاستيك صيني موجودة بالاسواق بكثرة، لكن هذول حجم تقريبا 1 إلى 100. زين هاي خلصت. نشوف الحجم الموجود يكون عادة مكتشف في الايد، هذا يكون حجم 1 إلى 36، 1 إلى 37، 1 إلى 38، هاي حجم 36، هاي 36 ايضا، هاي 38. شوفون احجام جدا متقاربة، لكن هي كل سيارة عن سيارة تصميمها الحقيقي يختلف، فاهم النموذج شوي يختلف. هاي النماذج ايضا يعني ممكن نشوف بيها خصائص فتح ابواب، مثل هاي بيها هنا كورجي، هاي سبعينات بيها قبة تنفتح تنسد. خصائص هاي من السيارة بيها الصندوق الخلفي، هاي مازدا بيك اب مازدا، هاي نسد.
وعندنا هنا اللوتس ها صناعه صينيه بها ايضا الباب ينفتح وهذا الكرسي ايضا يتقدم ويرجع لورا. هسه هذا رجع لورا هذا السينا هيك يتقدم هاي الاخ احجام الاخ كسيارات ايضا هيجي حجم اكبر من 36 يوجد ايضا حجم 24 اعتقد هو هذا تقدر تتأكد ايضا بعض السيارات مو كلها يكتب لك الحجم جوا السيارة بالقاعدة مالته هنا مكتوب مجرة مثلا هنا الموديل ما تكتب هنا الحجم هذا الحجم 36 حجم 24 يكون تقريبا مثل هاي الفيراري مسكر هاي الفيراري بوراغو حجم هنا مكتوب سكيل 1 إلى 24 طبعا حجم 24 كحجم جدا حلو ومتوفر بالأسواق هواي كم عادة بها من هنا شوفون فلش مضربة صاروخ كم بها عادة أجزاء متحركة هواية هاي الموديلات تعتبر رخيصة وبها خصائص هواية حلوة حجم أكبر من 24 عندنا يكون حجم 18 شوية منتهي التعامل طبعا حجم 18 هو أكثر حجم مرغوب بالسيارات الدايكاست المصغرة حجم الدائم يكون كبير جميل بالمعارض عندها هاي السيارة كمثال هاي السيارة إنتاج شركة ميرا إسبانية بالتسعينات طبعا هاي السيارة تلاحظون ما إذا قدام ينفتح الصندوق أو غطاء المحرك ينفتح وبها الأبواب أيضا طرفين والسكان أيضا يفتح الأبواب أيضا هنا يفتح هذا الحجم 18 يجي عادة هي قاعدة حجم 24 يجي عادة قاعدة هذا أيضا خاصية حلوة أنه اللايتات ما تقص على تنزل هذا حجم 18 بعد نجي على السيارات الفورمولا 1 ممكن نشوف أيضا هواي سيارات فورمولا 1 سيارات فورمولا 1 تصير حجم السيارات الاعتيادية بس مرات يكون لي أيضا حجم من 1 إلى 8 بها بكثرة أيضا مثل شركة أمازون وغيرها يكون عادة أسعار سيارات الفورمولا أرخص من البقية لأنه حسب التفاصيل طبعا بس أغلبها تكون رخيصة حلوة هاي أيضا بها سكان إكتر هاي إنتاج هوت ويلز بي إم دبليو نجي على الشاحنات أن الشاحنات مثلا عندنا هاي الشاحنة موديل من كرايسلر هاي حجم ايضا اكبر شركة التريلات ايضا الشاحنات بها احجام كبيرة وصغيرة هاي مثلا هاي عندنا حجم 1 إلى 100 هاي حجمها 1 إلى 84 طبعا احجام الشاحنات ايضا بها 18 كلش عملاقة تقريبا طولها 1.5 متر يوصل احجام عندنا 24 36 64 هاي 1 إلى 100 هاي 1 إلى اعتقد 72 70 أو 80 حوالي يعني حجمها تختلف عن ممكن هاي نفس الموديل يكون حجم منها أكبر حجم منها أصغر لا ما نجي طيارات والله الدنيا طيارات طبعا أحجامها أيضا بها صغير كبير هذا الحجم هاي عندنا طيارة الماتش بوكس مين لاين هاي يعني مصنفة مو كالألعاب هوات موديل هوات هاي أيضا حجمها أعتقد مو 64 أكبر أصغر أعتقد هاي 74 طيارات أيضا بها أحجام صغيرة كبيرة تبدي عادة أحجام من 1 إلى 100 أيضا أكو بها 124 طائرات البوينغ العملاقة و تكبر عادة لحد حجم 36 أو
ما توصل إلى 18، 18 كلش كبيرة، كلش عملاق، ما حد يشتريها، ما يصنع منها كلش قليل. هاي قدامكم، هاي حجمها 1 إلى 58. هاي كلها حديد طبعا، داي كاست. هاي أيضا صناعة، هاي عندنا هنا صناعة ثانية قاتلة P-51 مستنك، تفاصيل كلش حلوة. طائرات عادة عندها تفاصيل مال الأجنحة والبانلات والبراغي موجودة. الموديل هو اللي قرر انه حلو جيد، الموديل هي التفاصيل طبعا. هاي الطيارات اغلبها بها تفاصيل متحركة جدا خليل، بس عدا بس هاي الطيارة بها القمرة مع قيادة تنفتح. هاي هيجي اغلبها تكون عادة ما بدون تفاصيل متحركة طبعا. بها ايضا الموديل كيتس اللي هي تجمعها انت بنفسك، تكون في عادة أجزاء متحركة هواية، بينما الأغلب الداي كاست تكون أجزاء متحركة. بعد الطائرات عندنا النماذج أيضا السفن، مع أنها هي كلش قليلة عندنا وعلى أكثر ما حتحصل منها، لكن موجود أيضا شاف أسواق الأوروبية والبالة. هاي قدامكم سفينة حجم واحد بالآلاف طبعا، هي يعني كلش عملاقة. السفن حسب هاي الطيارة هنا فرق حجم كلش هواية. السفن عادة أحجامها بالآلاف، 1 إلى 1000، 1 إلى 2000، كلش اعتيادي بالآلاف. هاي هنا أنا أعتقد 2400، هاي إنتاج شركة موتور ماكس طبعا كنماذج. بس السفن الحربية بيها مشكلة كلش كبيرة، أنا أغلبها تجي موديل كيت قليل تنباع كداي كاست أو مصنوعة تقدر تشتريها يعني من جمعة سابقا، لأنه حجمه كلش كبير وتنقله كلش صعب، خاصة إذا حد يتخيل سفينة حجمها مترين حديد شلون تنقلها بلد لبلد. فأغلبها يا إما موديل كيت بلاستيك أو مثل هاي حجم جدا صغير وحديد، ممكن هم تكون بلاستيك موديل كيت وغير بلاستيك. بعد عشان نشوف النهاية. أيضا أكو إكسسوارات، لا مو هذا الحجم، هاي هذا الحجم. إكسسوارات للسيارات تكون عادة مثل قدامكم عربانة مع الأحصنة، في عربان أبلام أو أشياء برمائية مثلا جيتسكي، أو حاملة مثلا عندنا هليكوبترات، يعني مثلا حامل سيارة شي هليكوبتر وراها، أو مثلا سيارات أيضا حمل مثل هاي، تشيل سيارات أو غيرها. فيكم أكو أنواع هواي مختلفة من الموديلات، نشوفهم في الحلقات الجاية. هاي أيضا حجم 1 إلى 36، حجم كلش ممتاز. بيعبا هنا رجل حتى تشيل السيارة تربطها. أعتقد كأول فيديو كلش كافي معلومات، إن شاء الله الفيديوهات الجاية ننزل أشياء أكثر.